بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 82 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل فيها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: عرفوا لنا الربا، ومتى يكون الربا في البيع والشراء حتى نجتنبه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الربا خطره عظيم وأكله كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب بعد الشرك، فهو من السبع الموبقات. قد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه الربوة وهي المكان المرتفع من الأرض. وأما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه الستة يدخلها الربا إذا بيع بعضها ببعض، ويقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها. فإذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع الجنس بجنس، كالبر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وكذلك ما شاركها في علة الربا، إذا بيع الجنس بجنسه من هذه الأشياء أو ما شاركها في العلة، فإنه يجب أمران: تساوي في المقدار، والتقابض في المجلس. أما إذا بيع جنس بجنس آخر، كما لو بيع البر بالتمر أو بيع الذهب بالفضة، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. أي إذا بيع الذهب بالفضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية اليوم، وهي من جنسين مختلفين كالدولار بالريال السعودي، جاز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض في المجلس. فالربا إذا نوعان: ربا فضل وهو الزيادة بين جنسين تحدى في علة ربا الفضل، وربا نسيئة وهو التأجيل والتأخير عن مجلس العقد. ومن أنواع الربا القرض بالفائدة، قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض عقد إرفاق يقصد منه دفع حاجة المحتاج ثم يرد بدله إلى المقرض، والقرض عقد إرفاق وإحسان للتوسعة على المحتاجين ثم يردون ما اقترضوه إلى المقرضين، فلا يحصل كل منهم على خير، فالمقترض يحصل على التوسعة بالقرض، والمقرض يحصل على الأجر ويرجع إليه رأس ماله ولا يضيع له شيء. فإذا أخذ زيادة على القرض فهذا هو الربا الصريح بإجماع أهل العلم. فالقروض التي يؤخذ عليها زيادات، القروض بالفوائد، هذه ربا صريح بإجماع أهل العلم، سواء كانت من أفراد أو من مؤسسات أو من بنوك أو غير ذلك. فالربا خطره عظيم وشره مستطير، قد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يسأل عن وضع أمانة بمبلغ ما لأداء العمرة، فإذا حضرت في الزمن المحدد ترد إليك تلك الأمانة، وإذا تخلفت لا ترد، ما حكم مثل هذا التعامل؟ فهمت السؤال. يسأل عن وضع أمانة بمبلغ معين لأداء العمرة، فإذا حضرت في الزمن المحدد ترد، وإذا تخلف لا ترد إليك تلك الأمانة. الأمانة يجب أداؤها، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة وهي الوديعة، يعني الوديعة نوع من الأمانات، فيجب ردها إلى من ائتمن. قال الله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانه، ولو شرط عدم أدائها في وقت محدد، لو قال إن جئت في كذا رديت عليك أمانتك وإذا تأخرت لا أردها عليك، فهذا شرط باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ح ألف، تقول هل الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا يوم القيامة على أعمالنا الصالحة من فرائض ونوافل أم عن الفرائض فقط؟ الله سبحانه وتعالى يحاسب على أداء الفرائض، ويحاسب أيضا على فعل المحرمات والمعاصي، ويسأل كل عامل عن عمله، فإذا قصر في الواجبات فإنه يسأل عن تقصيره في أدائها، أو تركها أو شيئا منها يسأل عن تركه إياه ويحاسب على ذلك. كذلك إذا فعل محرما من المحرمات، أو ظلم أحدا من الناس، يعني اعتدى على أحد في بدنه أو في عرضه أو في ماله، فإنها ترد المظالم إلى أهلها ويحاسب عليها العبد يوم القيامة. الحساب يشمل كل شيء فيه تفريط وفيه إضاعة لحق الله جل وعلا أو لحق المخلوقين، حاسب عليه الإنسان. والحساب قد يكون عسيرا والعياذ بالله، قد يكون يسيرا، ومن نوقش الحساب عذب، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا الحساب اليسير هو العرض. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالحساب لا بد منه، لكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وأما الكافر وأما العاصي فإنه يحاسب حسابا عسيرا وثقيلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها إنني أصبت بالوسواس منذ فترة، حيث أنني أصبحت أشك في الأمور التي هي من اليقين مثل الأمور الغيبية، وأنا لا أعلم لماذا أصبت بهذا الوسواس مع أنني محافظة على الصلوات، ولهذا أشعر بالكآبة والضيق، وأحس أن الله لن يتقبل مني أعمالي الصالحة، وعندها تركت كثيرا من النوافل مثل صلاة الليل وصلاة الضحى، وفي بعض الأحيان أصلي حتى السنن الرواتب، وفي بعض الأحيان لا أصلي حتى السنن الرواتب، مع أنني في السابق شديدة المحافظة عليها، هل معنى هذا أن الله لن يرضى عني ولن يتقبل مني أعمالي في السابق؟ أرجو منكم الرد على هذا السؤال بالإجابة الكافية الشافية، حفظكم الله. الوسواس من الشيطان، على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، وكذلك عليه أن لا يلتفت لهذا الوسواس ولا يهتم به، بل يرفضه رفضا تاما، وكذلك عليه أن لا يتحدث به بما وسوست به نفسه، بل يرفض الكلام فيه، فإذا عمل بهذه الأمور لم يضره هذا الوسواس، وسيذهب عنه بإذن الله. وعليك بالمداومة على ذكر الله وعلى الأعمال الصالحة وعلى قيام الليل، وسيذهب عنك هذا بإذن الله. وما دمت لا تتكلمين بهذه الشكوك التي تقولين إنها قد تكون في أمور العقيدة، ما دمت لا تتكلمين بهذا فإنها لا تضرك. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج
برنامج من الجمهورية العربية السورية حلب وباعثها المستمع عبد السلام السالم. ألق عبد السلام يقول: أريد أن أسأل عن أمر ظل محيرني لمدة سنوات، ألا وهو أن شابا يريد الزواج من فتاة راغب فيها وهي أيضا راغبة فيه، ولكن المشكلة أن هذا الشاب رضع من أم تلك الفتاة رضعة مشبعة، فماذا ترون فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني قرأت في بعض المراجع أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تحرم المصة ولا المصتان، أي الرضعة ولا الرضعتان حسب قول العلماء، وعن عائشة أنهن كنا يقرأن في القرآن عشر وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحن خمسة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وحديث سهلة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات، وجهون أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا. نعم، الأمر كما ذكرت السائلة أو كما ذكر السائل وكما دلت عليه الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع يحرم ما تحرم الولاد، لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون الرضاع قبل الفطام، أما الرضاع الذي بعد الحولين وبعد الفطام فإنه لا يحرم. الشرط الثاني أن يكون الرضاع خمس رضعات معلومات، فإن كان أقل من خمس فإنه لا يحرم، ولكن يجب أن نعلم ما حد الرضعة الواحدة، فإن بعض الناس يعتقد أن الرضعة هي الشبع، شبع الطفل، وليس كذلك، بل الرضعة هي المصة، أن يمص الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ثم يعود، فإذا عاد ومصه مرة ثانية صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل خمس مصات ولو في مجلس واحد. هذه هي الخمس التي تحرم، خمس مصات، لأن يمص الثدي ويصل إليه منه لبن ثم يتركه لتنفس أو لعطاس أو انتقال إلى ثدي آخر ثم يعود، فإذا تكرر هذا منه خمس مرات سواء في مجلس أو في مجالس صار خمس رضعات محرمة. والرضاع الذي ذكره السائل أنه يريد الزواج من فتاة لكنه رضع من جدتها يقول أو من أمها، المهم أنه رضع من أمها أو من جدتها، لا يحل له أن يتزوجها إذا كانت الرضعات خمس وكانت في الحولين، لأنها إن كانت رضعت من أمه فهو أخوها، وإن كان رضع من جدتها فهو خالها فلا تحل له. وينبغي التنبيه على أنه أخطأ في لفظ الحديث الذي يقول بعد وفاة الرسول صار خمس رضعات، ليس الأمر كذلك، وإنما صار خمس رضعات في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي والأمر على ذلك، يعني لم ينسخ. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم ألف يقول: كنا نصلي صلاة العصر في مسجد قريب من بيتنا، ونحن في الصلاة وفي الركعة الرابعة إذ قام الإمام بالركعة الخامسة ناسيا، فتحير المأمومون، فمنهم من قام مع الإمام ومنهم من جلس، فقمنا بتنبيه الإمام بقولنا سبحان الله، ومن الغريب أن الإمام لم يجلس وإنما أكمل الركعة الخامسة، فتبعه بعض المأمومين وصلوا معه، وأما البعض الآخر فلم يصلي مع الإمام الركعة الخامسة وظلوا جالسين حتى وصل الإمام إلى التشهد وسجد سجدة السهو وسلم، فاختلف المصلون في صحة الصلاة، فقام رجل وهو من أئمة بعض مساجدنا وقال: الذين أكملوا مع الإمام وصلوا الركعة الخامسة صلاتهم باطلة، وأما الذين لم يكملوا مع الإمام وظلوا جالسين فصلاتهم صحيحة، فما رأي فضيلتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا قام الإمام إلى الخامسة ونبهه المأمومون ولم يجزم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع، أما إن كان يجزم بصواب نفسه فإنه يستمر، ولكن المأمومون من كان يعلم أن هذه خامسة ويعلم أن متابعة الإمام لا تجوز ولكنه تابعه مع ذلك وهو يعلم أنها خامسة وأن متابعته لا تجوز هذا صلاته باطلة، أما من تبعه جاهلا أنها خامسة أو جاهلا الحكم في متابعة الإمام فيها فصلاته صحيحة، فلا بد من هذا التفصيل. أما الذين جلسوا وهم يعلمون أن هذه خامسة
الخامسة وجلسوا فقد أصابوا، وهم بالخيار، إن شاءوا سلموا لأنفسهم وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم المسلمون معه. ولكن على الإمام أن يسجد للسهو، على الإمام إذا كان لم يعلم أنه إذا كان الإمام لم يعلم أنها زائدة وإنما ظن أن الصلاة لم تكمل ولم يتعمد الزيادة، فعليه أن يسجد للسهو، وتكون هذه الزيادة لا حكم لها لأنه لم يتعمدها. عليه أن يسجد للسهو بعد السلام وأن يسجد المأمومون معه تبعا له. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من لحج في اليمن بتوقيع أختين من هناك، هما ذكية وهدى. يسألنا ويقول: بعض الناس عندنا يقومون بترك قطعة أرض زراعية ويقولون هذه سبيل للمسجد، فيزرعونها ويجمعون ثمرها وبعد ذلك يبيعونها ثم يشترون بثمرها شيئا للمسجد، وتظل هذه الأرض هكذا فمن واحد إلى واحد وهم لا يأكلون من ثمرها، يقولون إنه حرام، فهل هذا العمل صحيح؟ ودهونا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا العمل صحيح إذا كان هذا الوقف على المسجد، فإنه يجب صرف غلتها للمسجد ولا يجوز لهم أن يأكلوا منها شيئا، إلا إذا كان الواقف شرط أن من يقوم عليها ويتولى شأنها يأكل منها فلا بأس، وأما إذا لم يكن الواقف شرط شيئا من ذلك فإنها كلها تكون لمصلحة المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول لي: عمة لا تصلي ولكنها تصوم، وهي لا تعرف النطق الصحيح، وهي ليست خرسة لكن لو قلت لها قولي الحمد لله لا تعرف نطقها، وكم حاولت تعليمها لكن لا تعرف، وهي ذات شعور، وسمعت منكم في برنامج نور على الدرب أن الإنسان إذا عجز عن الفهم يحمد الله ويستغفره قدر الصلاة، لكن هي عليها صعب ذلك الاستغفار وذلك الذكر، فكيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها أن تصلي بحسب حالها، فإن كانت تقدر على قراءة الفاتحة وجب عليها ذلك، وإذا كانت لا تعرفها يجب أن تتعلمها، ويجب عليكم أن تعلموها سورة الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. إن كانت لا تستطيع أخذ شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنها تحمد الله وتهلله وتكبره محل القراءة في حالة القيام ثم تركع وتكمل صلاتها. وإن كانت لا تستطيع لا هذا ولا هذا، لا القرآن ولا الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، فإنها تصلي على حسب حالها، ولو لم تتكلم بشيء من قرآن أو ذكر تصلي على حسب حالها، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز لها أن تترك الصلاة وهي تقدر عليها بحسب استطاعتها، ولا يجوز لكم أنتم أن تتركوها، بل عليكم أن تعلموها وأن تخبروها أنها تجب عليها الصلاة بحسب استطاعتها، ولو بدون قراءة ولو بدون ذكر إذا كانت لا تستطيع ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولنا الأخوات من اليمن: عند حدوث الأمطار تحدث الصواعق بإذن الله ويتوفى بعض الأشخاص، وهنا يقولون إن هذا بسبب الشياطين، ذلك أنها تختبئ في جانب الإنسان فتضرب الصاعقة بإذن الله فيهرب الشيطان وتصيب الشخص، فهل هذا صحيح؟ وما هي الأذكار التي تنصحوننا بقولها عند حدوث ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام غير صحيح، الصواعق تصيب من شاء الله إصابته فيموت بالصعق، والله جل وعلا يقول: يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فإصابة الصواعق بإذن الله عز وجل يصعق الإنسان بالصاعقة فيموت، هذه إصابة بسبب وهو ضرب الصاعقة له، وليس هذا للجن دخل في ذلك. وعلى الإنسان إذا رأى أو سمع هذه الصواعق أن يدعو الله عز وجل بالسلامة وأن يكفيه شرها وأن يقيه منها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندنا بعض الناس يقولون إن بعض الأشخاص الذين ظلموا في الدنيا أو سرقوا حاجة على الناس إنهم يئنون ويتوجعون ويتألمون في القبور، ويقولون إنهم سمعوا مثل هذا، ويقولون الذي يسمع: يا فلان ماذا تريد أو ما بك؟ فيقول له: أسألك بالله أن تقول لأهلي أن يردوا للناس حقهم ويسمي له حاجتهم،
هل من الواقع أن تظهر هذه الأشياء الغيبية أم هذا توهم عندهم؟ جزاكم الله خيرا. أما حصول هذا في الرؤيا فقد يقع بإذن الله. اللي يحصل في الرؤيا أن الميت يكلم الحي والنائم، أن الميت يكلم النائم ويقول له اعمل كذا أو اعمل أو سدد عني ديني أو ما أشبه ذلك، هذا يحصل في الرؤيا. والرؤيا حق، الرؤيا إذا كانت من الله فهي حق ويعمل بها. وأما أن الميت يتكلم ويصوت ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا، هذا غير صحيح. والأموات لا يتكلمون إلا من باب المعجزات لبعض الأنبياء، أما الميت فهو لا يتكلم ولا يكلم أحدا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للحائض أن تغسل الجنازة التي يجوز لها غسيلها؟ نعم، النساء تغسل النساء، النساء يغسلن المرأة الميتة، والمرأة أيضا تغسل زوجها، وكذلك الزوج يغسل زوجته. وما عدا ذلك فإن الرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهن نساء. وأما الطفل الذي هو دون التمييز فلا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء، يغسله رجال أو يغسله نساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.